يلتقي نادي الزمالك مع الانتاج الحربي 6:30 مساء على برج العرب بالإسكندرية في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر. يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الأهلي في القمة الأخيرة بهدفين مقابل هدف. كان الزمالك قد تأهل بالفوز على حرس الحدود في دور 16 بنتيجة 3 أهداف دون رد، بينما تأهل الانتاج على حساب الجونة بهدف نظيف. حذر خالد جلال المدير الفني للزمالك خلال جلسته مع اللاعبين قبل مران الأخير من الغرور وإضاعة الفرص أمام الإنتاج الحربي اليوم. طالب جلال لاعبيه بالتركيز قدر الإمكان خاصة أمام مرمى المنافس للتسجيل وحسم نتيجتها مبكرا، خاصة وأن مواجهات الكأس قد تحمل مفاجآت مثل ما حدث في مباراة الأهلي والأسيوطي الأخيرة. أكد جلال على قوة فريق الإنتاج الذي لم يفز عليه الأبيض هذا الموسم في الدوري، حيث انتهت مباراتي الدور الأول والثاني بالتعادل. غادر خالد قمر مهاجم الانتاج الحربي المعار من نادي الزمالك معسكر فريقه استعدادا لمواجهة الأبيض اليوم بالكأس، جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها مسؤولو الناديين والتي تم الاتفاق على عدم مشاركة قمر في اللقاء وفقا للبند الموجود في عقد إعارته. أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج أنه تم الاتفاق بشكل ودي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك على تمديد إعارة اللاعب للإنتاج لموسم جديد، ويذكر أن قيمة الشرط الجزائي في بند عدم المشاركة اللاعب أمام ناديه يقدر بنصف مليون جنيه.